المرحوم وديع كان دائما بيقول في عنده اقارب هون. مستر وديع مات، انا كنت بدور على ورثه مشان مال اموال ما يروح هوا، بعدين بياكل هوا. استاذ انت شو رايك بالموضوع؟ عظيم والموضوع مغري جدا، واي زميل من زملاء المحامين ما بيحلم بهيك قضيه. انا مستعد ادفع 5 مليون دولار. شو 5 امي؟ استاذ احنا مستعدين ندفع لك 10 مليون دولار اذا بتربح القضيه الك، حلال زلال صافي. معناتها بهالكم يوم بنعمل دراسه؟ ما بيحتاج دراسه يا استاذ، انت بياخذ وثائق بيصدق بيترجم، عمليه روتينيه ما بيحتاج شيء. تعال استاذ توفيق، لازم على القليله نعمل دراسه لتكاليف السفر. مليون دولار بكفي، شغلي ما بده. مليون دولار؟ منين بدنا نجيبهم هدول مليون دولار؟ نحن نفضنا نفض، ما معنا ربع المبلغ اللي عم تقول عليه. ايه ما مشكلة امي، الاستاذ توفيق بيأمن التكاليف ما؟ صعب مدام، صعب. شلون صعب؟ مو معك 4 مليون؟ ما في، بح. مو انت قلت اكل 4 شحاطات؟ ايه وين راحوا ال4 مليون؟ انا ايدي مبخوش، مال ما بيهدي، بيفوت على مطعم كل على اعصابي. والعمل بديل؟ الظاهر بدي جن امي. معقول مشان مليون دولار تروح علينا كل هالثروه؟ بلكي اهل هاره بيساعد. انو حاره يا عدمك هيك حاره، نحن اغنى ناس بالحاره. وانا راح اعمل دراسه لحيثيات القضيه، وبس يصير معكم شيء خبروني. ماشي استاذ، نحن بركي بهالفتره بنحصلنا حوصه بندبر الموضوع. وانا رايح على الاوتيل ال7 نجوم، انتو بتلفن انا بيجي. لك نام عنا هون، ليش البعزقان؟ احنا كمان عنا اوتيل 7 نجوم. صعب مدام، صعب انا عايش هون، بعدين انا ايدي مبخوش، انا كلمي مبخوش، بعدين في فرا تمروا من هارا. ناو ناو حبيبي.